قلبي نسوي علينا قلبي ويلي فوتي الخياط شوفوا كانوا فكر وفكر فينا حنخلي قلبك يرمى. قدم لنا راسك. الاسم أنس حلواني، السن 22 سنة، من مواليد مدينة مكناس، وأقطن بمدينة طنطان. الصوت المفضل. الصوت المفضل عندي هو صوت خرير المياه. الأكلة المفضلة. الأكلة المفضلة عندي هي بيتزا فخوي دو مير. شنو هو مثلك الأعلى في الحياة؟ المثل الأعلى ديالي في الحياة هو فنان عظيم البشير عبدو، يعني هو اللي كيعطيني إحساس وكيعطيني كلمات يعني ممتازة اللي كنحس بها في المسيرة ديالي. شحال عندك من صديق في فيسبوك؟ عدد الأصدقاء اللي عندي في الفيسبوك هو 1200. شنو هما الحوايج الخايبين في الشخصية ديالك؟ الحوايج اللي خايبين في الشخصية ديالي هو فاش كنتعصب ما كنتملكش أنفاس ديالي. اش بغيتي تولي في المستقبل؟ المهنة اللي كنبغي نزاول في المستقبل إن شاء الله هي نكون أستاذ موسيقى باش نعلم الأجيال اللي غادي يطلعوا من بعد مني إن شاء الله. شنو هي المهنة اللي ما يمكنش لك تديرها؟ المهنة اللي ما بغيتش نزاول في حياتي هي أستاذ الرياضيات، لأنني عنده عقدة من صغري في الحسابات. شنو هو شعارك في الحياة؟ الشعار اللي غيرافقني في المسيرة ديالي في ستوديو ديزام هو الإبداع للوصول إلى مبتغى. إحساسك إلا ربحتي ستوديو ديزام؟ في حالة إلا ربحت في ستوديو ديزام غيكون الشعور ديالي لا يصور، يعني غنكون فرحان بزاف وديك الفرحة غنتمناها لأي واحد اللي باقي الله طالع في الفن ديالي.